السلام عليكم. الحمد لله اليوم العرض ديال كونفيرمو ديال فرقه البيبا كوميك داز زوين وكثر من رائع. الجمهور ديال كازا استمتع معنا وكنتمنى ان الناس مازال يجيو يتفرجوا فيهم حيت باقي عندهم عروض في المدينه في المغرب كامل تقريبا، وكنتمنى انهم يشجعوا الدراري ديال بحالي انا والدراري اللي طلعوا معايا ديال ستاند اب. وان شاء الله باقي الخدمه وباقي الخدمه وباقي الخدمه وباقي غنمتعوا الجمهور في المغرب كامل. الاحساس ديالي ملي طلعت الخشابه ديال الميغاراما طبيعه الحال الاحساس ما كيتوصفش، فرحان بزاف والحمد لله دات باساج زوين. واي واحد كيدير هاد الطومي اللي كندير كيتمنى انه يطلع قدام هاد البيبليك هذا، وديك الشيء اللي كنا خدامين عليه احنا باقيين غاديين فيه ان شاء الله ايطاب بار ايطاب، وكنتمناو الخير من القدام ان شاء الله. تقدروا تشوفوا حمزه داير سبيكتاكل، ماشي تقدروا وانما غتشوفوا حمزه داير سبيكتاكل ديالو مع الخدمه ومع المده مازال غادي نتحسن ومازال غادي نستطع انني ندير سبيكتاكل ديالي بسميتي وغادي يكون ان شاء الله رائع كنوع الجمهور. الاحساس ديال العوده ديال المسارح والجمهور يدخل المسرح راه ما كيتوصفش، بحال شي واحد يلاه تزاد من جديد بالنسبه اللي كيحبوا هذا الدومين هذا وحتى الناس اللي كيحبوا يجيو يتفرجوا. راه كان واحد المتنفس اللي هو زوين بزاف، كنبارطاجيو حنا مع الناس الضحكه والناس حتى هما كيبارطاجيو معنا، وحنا فرحانين بزاف ونتمنى من الله يرفع عنا الوباء بمره. السلام عليكم، معكم ياسين واسامه من جنت مراكش. هذا كان من اجمل سبيكتاكل اللي تنحضروا ليه صراحه، لان كان مع فرقه ديال البومبا كوميك ومع الدراري اللي دازوا في ستاند اب، يعني كان واحد الجو رائع، كان واحد الجمهور تبارك الله ديال الدار البيضاء، وتنتمناو انه يدوم بحال هاد اللعيبات هادو ديال لي سبيكتاكل ويكون الضحك دائما ان شاء الله، ونكونوا ديما ناشطين الحمد لله. هاكا سيجي الله يحفظك. السلام عليكم اسامه ناصف، اول حاجه تنقدم التحيه للمنبر الاعلام ديالكم. بالنسبه للسبيكتاكل اللي داز اليوم الصراحه كان في واحد الروحه، دزنا اليوم مع الدراري ديال بومبا كوميك اللي كان لنا الشرف اننا ندوزو معاهم. اول حاجه بنقدم التحيه للسي انور خليل اللي عطانا فرصه اننا نكونوا اليوم مع بومبا كوميك، وكذلك تنقدم اكبر تحيه للاستاذ ديالي والكوتش ديالي طاليس، وتنقول له شكرا بزاف، ونتمنى ان شاء الله انكم تشوفونا فرصه سعيده وتشوفونا في واحد سبيكتاكل اللي يكون في المستوى. هو بصراحه ضروري تيكون داك الوحش ديال انك تتوحش انك تشوف بيبليك، داك الجو تنحسو بواحد التورشه اللي هي زوينه، تتكون واحد شويه ديال الخلعه واحد شويه ديال الستريس، ولكن من بعد الكاك الاول والكاك الثاني يعني تتحاول انك تمشي في هذاك السياق ديال انك تحاول انك تقوم بواحد الحوايج اللي زوينين اللي ينالوا الاعجاب ديال الجمهور. تنوعدكم ان شاء الله انكم غتشوفونا قريب وغادي تشوفوا الجاجي ديالنا، وشكرا لكم بزاف. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.